ونحن مع مدير مدرسة تطبيق ومكون ميدانيا المعلم يعني توضع له جداول زمنية عليه أن يحترمها ويقطع زمنا بين 30 دقيقة و40 دقيقة لمادة كذا ومادة كذا، وعليه أيضا من ناحية التقويم أن يجعل التلاميذ يتجاوزون الامتحانات. إذا هل هناك قصد ميدانيا لأن يضلل كل شيء وأن يضيع كل جهد؟ إن كان هناك جهد غير مباشر والله ما قد ينقرأ من إعداد هاي البرامج اللي أولا تعود كبير تعود ياسرة والزمن حتى قاعد اللي معطيها إنه ما يستهلكها معناها نتيجة لعوامل عدة، فم الراحات وفم الأمراض وفم حتى على التمشي مع مستوى الأكاديمي للتلاميذ حالا، عنه ما يجعل عن المربي يقد هو 9 أشهر وهش من البرنامج المترامي الأطراف. وأنا دائما نقول عنه خير يدرس القليل ونعتني عليه ويستفاد منه الطفل من يدرس الكثير ويتم لا ماشي مع الكثير كيف المعلم. مع أن لما اللي حتى هاي المقاربة الجديدة بعض الأحيان تجبر واحدين معاها وما هم معاها من ناحية، أن تقول أن الطفل يكون هو المحور والله قطب الرحى في عملية التعلم. وهذا الطفل الين يتماشى معه وينظر بعين الاعتبار انه هو ماشي مع مستواه هو المعرفي، ولا نقدر نمشي قدامه ولا نعقبه، معناها انه يصبح هوك ان قال لك انت تقدمك في البرنامج شنو؟ هذا معاك سبب انا اقعد ماشي مع طفيل ماشي لا معاه، وذاك الله يلحقني في البرنامج لا يلحقوا معاه، يا غير بعد حد سوى عن اللي فات لاحقوه لا يلحقوه عنده ومحاول عنه يعود إذن فكره. رجعنا من الكيف إلى الكم. إلى الكم. بعد أن نفس الشيء معناها على أنني تعود تسولني عن التقدم في البرنامج وتقول لي المقاربة على أنها تتماشى مع قدرات التلميذ وعلى أنها يالته تعود هو المحور من هو إليه. في الحقيقة ما يعطيك تسولني عن تقدم نعم البرنامج. نعم. قال لي البرنامج طويل. ومن انت تسولني عنه معناها اني انا نقوم دافع وتوهم على البرنامج ليس المهم، وبالتالي ما هو مرجعيت والله البرنامج ليس مهما، لان انت اوصلتنا الان اوصلتنا الى 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 المقاربه مقاربه الكفايات، وهي في الحقيقه انا اعتقد انها يعني تصور رائع جدا للوصول بالتعليم الى مستوى متقدم لأسباب. أولا لأنه يهتم بالطفل، يهتم بالطفل شخصية الطفل. ثانيا تنقل المعرفة من مستواها النظري إلى مستوى التطبيق، ما دامت تبني على ما كنا نشتغل عليه في أعوام ماضية حول يعني المحتويات، ثم بعد ذلك الأهداف، ثم وصلنا إلى المقاربات. يعني كل شيء في النظام الجديد ينطلق من مقاربة أو وضعية دالة، وهو نوع من الانفتاح على الحياة، بحيث المطلوب من التلميذ هو أن يعمل شيئا وليس أن يحفظ شيئا. وإذا أستاذ أحمد بسال، أليست المقاربة الكفايات هي تقدم رائع في مجال التربية والتعليم، وهو أيضا إدخال للتربية في الميدان بما دامت تبني أساسا قدرة وكفاية لدى التلاميذ في أن يواجهوا مواقف في الحياة وأن يستجيبوا لهذه المواقف؟ طبعا بالنسبة فعلا لمقاربة الكفايات تركز على الجانب التطبيقي كما قلت، الجانب التطبيقي الجانب العملي، لأنها تحاول أن تربط الطفل بحياته بالحياة عن طريق تقديم معارف ومهارات محددة يعيشها، يعني تدخل ضمن اهتماماته وحاجياته اليومية، وبالتالي يتركز على ما يسمى بالتواصل، التواصل مع الحياة، أي أن يكون قادر على الحياة في محيطه الاجتماعي والطبيعي وغيره، وأن يكون فاعلا فيها عن طريق لأنه يركز على ممارسة على الممارسة. لكن القضية الأساسية هل هذه ما تدعو إليها هذه المقاربة من حيث الممارسة، من حيث اكتساب الطفل المهارات يمكن قادر للتطبيق في حياته اليومية، هل يعني طبق أم لا؟ هل المعلم يستطيع تطبيقها أم لا؟ أستاذ محمد الحويه، الآن في مدرسة تطبيق يجوك مفتشين متدربين ويجوك المعلمين متدربين، لم تلمس خطة واضحة
بين هذه المستويات في إنتاج تعليم متقدم؟ أنا له نقول في السؤال جواب على السؤال الأول قلت أنت في قضية المقاربة، أنا قد نعود المقاربة قضية نوعية وقد نقول عنها منين للطبخ حسب فهمي أنا لها حسب ما فهمت عنها اللي قد تجي والله تنتج لنا الطفل المستقبل اللي ندوره. لكن هذه المقاربة يا ترى يا كانها وصلت للناس اللي يطبقها الصيفة يقدروا يطبقوها والله ما وصلت لهم. معناها إلى حتى اليوم الآن المعلمين أكثريتهم ما زال يحن إلى مقاربة الأهداف، وحتى إلى اللي يبدأ عرض درس لا يتلحق طاغي عليه معرفته مقاربة الأهداف، وهذه قاع فار منها ما يعرف وشوف. هناك نقطة أساسية هنا هو قضية الأهداف الآنية. نحن هنا الأهداف التي نضعها لا نضع استراتيجية على مستوى الإرادة السياسية، لا توجد إرادة سياسية تضع استراتيجية، وبالتالي الأهداف دائما أهداف آنية كما قلنا أن تكتسب هذه المعارف. أنا أقول هذا البرنامج قدمه والمشرف التربوي ما يهمه كما قال المدير أن يقدم هذه المعلومات. أهداف الآنية تطقى على الأهداف الاستراتيجية، وبالتالي لازم تكون هناك إرادة سياسية، لازم هناك وضع استراتيجية، لازم يكون هناك يعني مراجعة لصياغة جديدة للمنهج. يبدو الوقت يبدو أنه وتحسين ظروف المدرس، تحسين وضعيته كفاءة المنتج وقت الحلقة. شكرا جزيلا لضيفي كريمين أحمد سالم والمصطفى مكون مدرسة تكوين المعلمين وأستاذ محمد يحيى السالم مدير مدرسة التطبيق. وهذا الموضوع في الحقيقة الذي لا نرى في أهميته وإلائه كل تركيز على مستويات البحث والتخطيط والتقويم. وإلى حلقة قادمة لكم من تحيات فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.